بعدين لو بده عمري كله باقي لما يا حبي ترد رح كمل عمري حد نار بطفيل وبرده دفيه ردوا يا هوى لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وقت أغاط وحكايات ردوا يا هوى لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وقت أغاط وحكايات حبيبي يلي بحبه كلكم تعرفوا اللي هون واللي برا انه غنى رائع على الرغم بانه صار معه تعب كثير ومرض وقع ورا المسرح هلا هيز اوكي الحمد لله وغنى ورائع ودموع هيدي اللي شفناها دموع فنان حقيقي بقول لك برافو 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 يوسف يعني فعلا كنت شجاع انك انت غنيت رغم المرض ها وكنت تعبان جدا لكن ما حبيت تخذل جمهورك اللي قاعد يتابعك اليوم فعلا برافو تستاهل تحيه كبيره حيوه الان اذا حبيت يوسف لا تنسوا تصوتوا له رقم 2 في البرنامج